التعليم الحقيقي هيطلع شخصية صعب السيطرة عليها. برضه هتناقشني تاني؟ لا برضه جريت من الديناصور معه كلابي انا رحت لابو الهول خبط عليه بس صحيته من 7000 سنة نوم حرية يوم اثنين اسبوع اثنين بقى زي الفل فخدوه للدكتور تاني كشف عليه وعمل اشعه لقى الثقب ده اتلحم دي بقى لغايه ما الثقب لحم بسبب قشره قطاي حاجات عجيبه جدا فوق العلم يعني فوق الخيال من اثر الصدمه وخدته بقى زي الفل وعلاش ابو الهول جات له جلطه وضغط طب فعلا ان صوت هو فعلا من التجسس بصي اولا طفل لسه صوته كده كويس خالص ونشيط وكوليسترول لكن يحتاج منك انك تتابع قراءاته لان هو بالشكل ده شويه هيكبر ويتجه للقراءات الفلسفيه ده سؤال اساسا هو ما عرفش ده هو ولا صوت دلوقتي او باش اللي خلوها ما تسواش هو دخل في بدايه خط الفلسفه ولو دخل في الفلسفه وقرا كتير فيها عقله هيتعب قلت له امسك نفسك ارجوك عشان كده لازم انت كخادمه او يعني شخص مسؤول عن تربيته يوازن قراءاته ما تسيبناش اخر كلمه قالها له بحسره تحفظ شديد اجري من هنا روح العب بعيد كان لولا دماغي اللي ساحت الأمة مناخيري اللي راحت نحن ابني اخوات النساء جمع انت سمعتك ما تيجي اخوات النساء ما تيجي اخوات النساء ما تيجي اخوات النساء جمع نحن ابني انا مش هستغرب سيفوني محبة لا شفت الديناصور او بطريق عن ناصية وبيسكور شيء لا يصدقه عقل شفت الديناصور او بطريق عن ناصية وبيسكور لخصوا في تكريس حقوق الدين على حقوق الانسان الجريمة هذه جريمة اجتماعية تشترك فيها الكنيسة والازهر